بسم الله الرحمن الرحيم. تراق السبسي قبل اجنو خو تراق دا السبسي دا خو دروس تا يان دروس نيا ولا يحرم الزمع الطلقات الثلاث كابريك جني خص بس تراق دا حرام نيا دليل تبيسيا لأن عويمر العزلاني لأن عويمر العزلاني صحابة لما لاعن امرأته لعاني كد لعاني دا جني خو كدوشي بينسون دا كينا خون باشي لعانكي طلقها ثلاثا خو بخوي بلعاني تراق دا كوي بلان او نيزاني بلعاني تراق دا كوي هل استاذن خوش سبس تراق دا لدير خوش ويستي طلقها ثلاثا قبل ان يخبره صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه بيش او عزلت بلي بلعاني انقول لك دي حرام بون تازب ابدي او هل استاذن سبس تراق دا رواه الشيخاني او حديث مسلم وبخاري رواية دا كو التواوى فلو حرما اگر حرام با لفرزه لنهاه عنه اگر تراق سبسي حرام با حضرت فرمو اولو او تراقت خواه تراق سبسي گناه او لأنه اوقعه معتقدا بقاء الزوجية كابرا ويد زاني او عميريا هشتا جنك هجنوية لبهند سبسي تراق دا ومع اعتقادها وچ اعتقادي شو بجنوية يحرم الجمع عند المخالفي او رأي كدري تراق سبسي حراما دبايا پیغمبر خواهي بري كرة لو او تراق خواهر ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل زائل تعليم بكي ولم يوجد عزرة اشتاقي نكر خويل كركد فدل على أن لا حرمة ديار حرامية إيه وقد فعله جمع من الصحابة زما عدق لأصحابانش زراق سبسان خوري دل إمام حسنش جنخوش سبسة تراق دايا وابتا به آخرون سن صحابة دي فتوان بذائب تراق سبسة وقيل يحرم ذلك قيل شديد داري حراما او زما مساله لا ساويه داخو غناعه ين غناعني مساله سرونيه تراق دكوي ين ناكوي دكوي برن هندك درن دكوي غناع شي ناغاتي هندك درن غناع اذا غاتي ودكوي كتنك اشكالي نيا اما وقوعهن ادي سبس تراقي بكوي معلقتان كانت او منززه سب معلق ببري اگر شي او اشد كسبس تراق بكوي يان بري است تراق مد سبس فلا خلاف فيه هيز اختلافين يتراق سبس دكوي يعتد به س خلاف شي وهي تدانيه اعتباري في بكري خلاف وكر شي ضعيف تداها درزنيه تو بجي بكي بري تراق سبس يكا وقد شنع أئمة المذاهب زور قوتي تيان باكو أو قسخرا بيان كو كرديا على من خالف فيه لو كسيك مخالفه كل يدري تراقي سيبسي ناكيو بيك حسابوك استال معكمي أو درن تراقي سيبسي يكا أو 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 اشتشي زور خرافة وقالوا أهل مذاهب قوتي تيان اختاره اختياري كرديا من المتأخرين لا علماء متأخر من لا يعبأ به يكتشي واك قصي هز اعتباري في ديارنا علماء فابتا به فتواي دا تراقي سبسي يكا واقتدى به من أضله الله وخذله او كسي كخوا الله اللي كرديو خزلي كرديا دين دقى ابن تيمية دا او ايش هرستا اقتداي في كرديو او ايش تنفيزي كرديا باشا أدلو حديثك هيدر الإمام مسلم رواية دكادر إمام ابن عباس فرمويتي كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واعدة تراق السبسي يقبو زائرا معنى تراق سبيك حسابه ثم قال لدى إمام عمر فرموي ثم قال ابن عباس دري قال عمر امام عمر فرموي ان الناس عالم قد استعجلوا عجلان كرد ما كانوا فيه على انات خوي تعالى مهلتي دانا تراق يقبي لدوي دوبي او زب بتسي او انا حردستن تراق سيبسي بيك زاري برددن فلو امليناه عليهم وابا شاء من سيبسي كي بيخم
فام الله عليهم راز قرار اذا قلت لو الريوارز تراقي سيبا سيخوات تراقي سيبا سيكت امام عمر فرموي امام عمر فرموي ظاهري او حديثي معناه او يار تراقي سيش يقبو انا بيش دا امام عمر سيك كده سي فجوابه اما جواب دينوا انه اوقسي امام عمر في من يفرق اللفظة لو أوكسي كان ناري أتوب سيبس التلاق دا داري أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هادري بتفريق داري فكانوا أولا لبيجان لأول إسلامتي يصدقون في إرادة التأكيد دا نقول لأنت طالق دوام السيام ما بس تتسبو أقابي قد با مقصد مهر بي تأكيد أنت طالق أولي بو دا نقول دو يكتراقي كان تأكيدا مقصدي دوسينية أنت طالق أو تراقكت أنت طالق دوام هر تأكيد يكمية أنت طالق سيم هر تأكيد يكمية أو إمام عمر دقا أو إدابو دقا أو إدابو فلما كثرت الأخلاط فيهم عالم تكروا بيكربوا وبيسروا بري اقتلت المصلحة عدم تصديقهم وإيقاع الثلاث عليهم إمام عمر فرموي جمدنا أو تأكدوا ما كده عالم بيدين بوا خو بيدين دا كان عرسي أنت طالق سيزار قد تراقي بيخن أو جوابك ايتي قال السبكي كالمصنف هذا أحسن الأجوبة أو جواب لهم جوابانم في باشترا أدي ابن حزر صدره وهو عزيب والله يشتري عزائي وأقصي ابن السبك إمام السبكي مصنفي فإن سريع مذهبنا سنشي مذهبهما تصديق مريد التأكيد أقر يكتا إبريدك تأكيد مدايا بشرته بو شرطيه كفصل مسلو أوانا لقر نبي وإن بلغ في الفسق ما بلغ هل سندي بيدينش بي إيستاش كابرا هم زار أملي دبرسين قوتي أنتي طالق أنتي طالق أنتي طالق دو مسيم ما بس تتسبو أقبري ما بس مهر أنتي طالق أولي بو يبتراقي لكبي الجمادم أو جوابي أولي جواب نيا هذه جواب سيا بل قال بعض المحققين عندك العلماء محقق قوتي تيان أحسنها لهم جوابان باشتر أويا أنهم صحابة مسلمان كانوا يعتادون طلقة وش الطلاق مرتان زارك بطلاقك رزعت بكا زارك شدي بطلاقك رزعت بكا أو زفا إمساك بمعروف أو تسليم بإحسان فإن طلقها أقل كد يخسي أو فلا تحل لو من بعده أو هيا خوي تراقي شرعي أو هيا ثم في زمن عمر لدوري إمام عمر أو يكدو سي بأناد بو بمهلته أو نما وصاروا يوقعونه ثلاثا راز دي قد أنت طالق ثلاثا فعاملهم بقلت إمام عمر فرموي أو أخوي تعالى لونجوي بريز دانا أنجو هرمانجة تراقة شي بخون استهر سكتان بزارة شي فرداو تراقتان كت وأوقع الثلاثة عليهم أو الآن أو حديثي إمام عمر أو إمام ابن عباس كلو مد جرتوا فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس أو إخبار لعاد اختلاف عادة عالمه بيشان عالم عادة أنوابه لدوري خوشويستي لدوري إمام أبو بكر لدو سارا لإمام عمر عادة أنوابه تاك تاشان تراغ ددا هنجينيكا تساد بوا إستا عادة أنوايا بيك زاري عالم عزلي دكاو تراغ ددا وتراغ كسي وسيدة كوي لا عن تغير حكم في مسألة واحدة معنى إيوانية لدوري خوشويستي سيبا سيبا يك حسابو إمام عمر قوري كرديا سيبا سيبا أو هانا نيا عادة عالم وابو يجي شان تراغ دخوار لدوية كرديا سيبا سيبا معنى أو ها انتهى أوش قصي بعض محققيني وأنت خبير أتشقو فيها وش عالمي بعدم مطابقته للظاهر المتبادر من كلام عمر أو جوابش دقق سي إمام عمر زور جوان ريقنا كوي لا سيما مع قول ابن عباس الثلاث در التراقي سيبا سيقبو الظاهرا أو يسيبا يكحسابي إلى آخره فهو تأويل بعيد أو تأويل دوم تأويلة بعيدة لا جواب حسن جوابش جوانية فضلا عن كونه أحسن نخو برم الله أحسن بي أدي مادم بس الرازيني دلهم بري بخود بري والأحسن عندي در لك من لهم في الهمان باشترا أن يجاب بأن عمر لما استشار الناس قاضي علماء نكت فرموي أو عالم تراقي سيبا سيدخون على تراقي سيبا سيدخون وشي فرسو رايب أصحابات كد علم فيه ناسخا لما وقع قبله خبريان بيدا قوتيان حديثك هيا
نسخي أوي بيشان دكا بيشان سي يقبو لدى بيغمري خواهي سي كليتا سي سي بسي دكوي او زلوه امامي عمرش هرستا برياري دا فعمل بقضيته هرستا عملي بقضية نسخة كيكد او زباشا نسخة كتسبو كاتس آية دنيا وذلك الناسخ او ناسخة تسبو اما خبر بلغه يان حديث كلوان جرايتوا او ازماع يان ازماع اسعابانا ازماعش وهو لا يكون الا عن نص ازماعكش دبي يان نسق يان اياتك يان حديثة كان بسنقوا بي لو يسحاب كان خبر يان داه قلت يان او نسخ بو اوي دوري خوشويستي ومن ثم اطبق علماء الامة عليه لو علماء امة عمو لهمو بريان بريان يان داه تلاقي سبس السيعة واخبار ابن عباس ابن عباس كخبر ددام لبيان أن الناسخة إنما عرفا بعد مضي مدة من وفاته صلى الله عليه وسلم أو ناسخة حتى ما ويشي دوسي ساران كثني زاني أو زو إمام عمر وشخر شخر كردوا أو زو حديث كان خين دو هنجي ناسخة كمعلوم بو لو هو قوتين تراقي السبسي السيح حديث ناسخة نيه نيتوا نيه ديار نيه قال السبكي لما بزوري اوي پیشان ده مدينه گوتن عدد وهاب وس يك بشي چاند خوارد لدو اكرديان سي بسي امام عمر فرمى ادم سي كه بازار شفره ددن او معلومه ده كوي قال السبكي امام السبكي فرمويتي وابتدع بعض اهل زماننا هندق لزمان مشتوين او بدعته اندروس كرديا اي ابن تيميه ابن تيميه امسالوي ومن ثم قال العز بن جماعه إذ ابن جماعة قوتي تي ابن تيمية كده تراقي سيبا سيكا إنه لال مضل لال مضلشا فقال الزمزانة تي قوتي ابن تيمية إن كان التعليق بالطلاق تعليق بطلاقه على وجه اليمين لسا وجه يمين بي برسي تراق مكد بي أو إشي ناكم دبي أو إشي بكي على وجه اليمين أو هايا دريو تراقي هناكوي ناكوي لم يجب به إلا كفارة يمين كفارة سوين دي بدا بسا إباشا أو كبارة السندة لو تراقي لشتينا ولم يقل بذلك أحد من الأمة هيس كساق لأمة محمد نيقوت يا كفارتي لباتي تراقي سبسي بدأو تراقضنا كوي أو بدعته ناي تقوري ومع عدم حرمة ذلك أو زعم بينه سأولي درسي أولي درسي قوت ما تراقي سبسي حرام نيا هو خلاف الأولى خلاب أولى إشي باش نية تراقي سبسي أدي سباشا من التفريق على الأقراء أو الأشهر لقرأة تراقة بدا لشهر تراقة بدا لقرأة دوام شهر دوام تراقي دوام بدا أو زحاك بيقنا عاتن أو زتراقي سين بدا ليمكن تدارك ندمه إن وقع ودوي خرق فشمان دبي توا برزعة أو تزديد برزعة أقع الدما بي يعني بتزديد أقع الدما بي وخرج بقولنا الثلاث قلت من تراقي سبسي حرام نيا ما لو أوقع أربعا قلت يتسار تراقم بكوي يعني وش عالم دين صد تراقم بكوي هو حرامة هو حرامة فإنه يحرم كما هو ظاهر كلام ابن الرفعة ومما يسرع به قول الروياني إنه يعذر قلت يدي حاكم حقويا أو نوع كسي تعزير بك عبسي بك واعتمده الزركشي وغيره زركشي وغيري وجوان قلت يا باش لو كابرا وقصتي بمعنى يكد لو لو قناعه ويوجه بانه تعاطى نحو عقد فاسد هذه تراق دانش عقدني عقدي بشرعي خر قناعي دقاتي اوش كانما عقدك بشرعي كن وهو حرام كما مره ونوزع في ذلك ان النزاع ينكد يدين حرام نيا بما فيه نظر نزاع كن نظري تدا ما انا حرامه تراقي تسار